بطاطس باللبن والجزر. الشوربه دي خطيره ومهمه جدا وللاطفال بيحبوها جدا. يا ريت الساده المشاهدين يركزوا معايا فيها، هنعمل ازاي شوربه بطاطس. بس قبل ما نبدا تظبيطه للمطبخ بتاعنا كده، عندي البطاطس متقشره جاهزه، الصوت ده نحل النار شويه، ايوه اتصال معانا، اتصال الاخت سحر من الدقهليه. ايوه مركز الجماليه. الاخت سحر من الدقهليه. سحر السلام عليكم. سحر من الدقهليه. ايوه يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ازيك يا شيف احمد؟ الحمد لله رب العالمين. انا بولع الفرن معاكي. شكرا على اتصالك، خط قطع معلش. معانا شوربة، بس نظبط النار. عندي الشوربة، طيب مقادير الشوربة موجودة اهيت على الهواء، يا ريت نشوفها. ثلاث حبات بطاطس او حبيتين، بصلة مبشورة، كوب من الكريمة، كوب من الحليب، جزرة مبشورة، فص ثوم، رشة ملح طالما، ومعانا فلفل اسود او فلفل ابيض. معانا الاخت ام احمد من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. يا الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا رب. انا عارفه اجابه السؤال. اتفضلي. احط البطاطس في ميه بارده. البطاطس في ميه بارده. انا جربتها بعد ما تتقشر. نعم. وجبتنا النهارده يا ام احمد الكفته بالبطاطس والدمعه. ورز بالشعريه. ورز بالشعريه، انا متابعه حضرتك. طيب اشكرك على المتابعه الجميله ديت، وتابعي اخر البرنامج هنعرف الاجابه بتاعت السؤال. انا مجرباها يا شيف احمد، قعدت اربع ايام. البطاطس حطها في ميه بارده. ميه بارده. كويس، مش شرط في الثلاجه، المهم ميه بارده وبس. واضح انك انت شاطره في المطبخ. الحمد لله هوايتي. طب علشان البطاطس ما تحمرش مننا، احنا بنشتري البطاطس بعد الاوقات، اول ما بنحطها في الزيت بنلاقيها احمرت بسرعه، ما بتكونش استوت، نعمل ايه؟ ما نحميش الزيت قوي. لا هتحمر برضه. اسمعي كده نصيحه مني على الهوا. ماشي. اشكرك على الاتصال السكوي. البطاطس انا بجيبها وبقطعها صوابع كده، ونيجي نحمرها في الزيت، نلاقيها احمرت بسرعه وما استوتش لسه، ولاقيها لسه ناشفه. لو قطعناها بالشكل ده كده او عملناها شيبس بالشكل ده، طبعا انا مش هحمرها بس هنشرح كده، حاله من الحالات ان شاء الله هنعمل البطاطس المحمره بكذا طريقه للساده المشاهدين. بقطعها بالشكل كده، بجيب الزيت احميه. هنا البطاطس وانا بشتريها من عند الراجل بتاع الخضار، نصيحه ما اجيبش البطاطس الناشفه قوي اللي فيها سائل، يعني بنلاحظ ان هي ناشفه فيها كميه سكريات عاليه. طبعا الشريحة مش هنعرف اللي فيها كميه، يعني البطاطس الجديده ما نجيبهاش، نجيب البطاطس القديمه الطريه شويه، هيكون فيها نسبة السائل قليل زائد نسبة السكر قل منها شوية. هننقع البطاطس دي في مية بشوية ملح. ننقع البطاطس في شوية في مية وشوية ملح. مية بملح ننقع فيها البطاطس لمدة ساعة وساعتين. بعد كده بناخدها من المية، يكون عندنا الزيت محمر، بنحمرها في الزيت نص تحميرة. نص تحميرة. ونطلعها نحطها على ورق شفاف، ورق مطبخ أو مناديل مطبخ، الورق اللي بيمتص الزيت. ما نحطش على ورق الجرايد، بعد الاخطاء بنجيب ورق جرايد، ده خطا لان حط اي مقليات على ورق جرايد. نجيب ورق المطبخ او ورق شفاف ونحط عليها البطاطس نص قليه. الزيت عندي سخن زي ما هو، وبعد كده ارجعها للزيت تاني بعد ما تبرد شويه، هتطلع معايا على طول. او فينا نشيلها في الديب فريزر نحتفظ بيها، نحمرها وقت اللزوم. معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت ام محمد من القاهره، السلام عليكم. ازيك يا شيف احمد؟ سلام، اهلا وسهلا. جزاك الله كل خير علينا. الله يبارك فيكي. ان شاء الله اشارك في الاجابه. الاجابه اتفضلي. ان شاء الله نقطعها ونحطها في ميه بملح بسيط ونحطها في الثلاجه من تحت، ممكن تقعد اربع ايام. برافو عليك. انا كده واضح ان الساده المشاهدين شطار، لانك طبعا بتشاهدوا قناه الرحمه الفضائيه. بارك الله فيك. النصايح دي واحنا قلناها كلها، الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك، احنا والله مش شايفين بحضرتك. احنا بنجيب اسئله سهله تخص الموضوع.
ايوه حلقتنا النهارده ايه بقى؟ ان شاء الله رز بالشعريه ولحمه بالصلصه بالبطاطس بالصلصه بطاطس بالدمعه واللحمه او باللحمه والدمعه وبطاطس مشويه سلطه بطاطس مشويه وسلطه بطاطس ثانيه بس انا مني بعيد عن التلفزيون. طيب تابع معايا الحلقه للاخر وهتشوف الاكلات اللي بنعملها سهله جدا. انا بعمل دلوقتي شوربه البطاطس بالجزر والكريمه. قطعت شويه بطاطس على النار اهمت واحط البطاطس دي كمان اللي كانت متقطعه وبجيب جزره ابشرها وهخلي الخليط ده يغلي على النار مع فص ثوم كمان هضيفه زي المقادير ما مكتوبه. هل فينا نعمل يا شيف انت بتقول شوربه الجزر بشوربه البطاطس بالجزر فينا نعملها بحاجه غير الجزر؟ فينا نعملها بالبيض شوربه البطاطس بالبيض جميله هنعملها مع بعض. وفينا نعمل الاومليت البطاطس وفينا نعمل فطيره بطاطس وفينا نعمل بطاطس سوفليه. كل دي من البطاطس كذا اكله. على فكرة البطاطس لا تخلو أي وليمة من البطاطس دلوقتي، يعني أي سفرة لا تخلو من إذا كانت مقلية أو بوريه أو بتتقدم مع المشويات أو خلافه. فطبعاً قيمتها الغذائية العالية زي ما شفنا مع بعض، وأهم حاجة ما فيها إن هي طبعاً بتمتص السموم زي ما قلنا. ثانياً إن فيها معادن، المعادن دي طبعاً بتساعد في بناء عظام الجسم وخاصة الأطفال، عشان كده الأطفال بيحبوها. اصلا الاطفال بيعشوا حاجه اسمها البطاطس. احنا شفنا شوربه البطاطس بصلايه فص ثوم اهوت، وبعد كده هسيب الخليط ده كله يغلي على النار اهوت اغطيه كده. يبقى انا عندي البطاطس بتدمع على النار وعندي شوربه البطاطس هتاخد غلوه على الدار البطاطس تستوي. بعد كده هضربها في الخلاط كويس، مش محتاجه تصفيه ولا اي حاجه، ومجرد ما اضربها في الخلاط هجيبها واضيف لها الحليب والكريمه واخليها تغلى على النار مع اضافه شويه توابل فلفل ابيض او فلفل اسود. في فلفل ابيض زي الاسود بالظبط نفس التست. بس ليه قلت فلفل ابيض هنا؟ لان شوربه البطاطس هنا هيبقى لونها ابيض، لو حطيت فلفل اسود فيها هيبان سواد، الضيف اللي عندي مش هيعتقد ان ده فلفل اسود، فانا عايز تبقى الشوربه لونها ابيض زي البشاميل او زي الكريمه اللي بعملها صلصه البيضه. بتبلها بالفلفل الابيض افضل من الفلفل الاسود. بسيب البطاطس تغلى على النار، بسيب برضو شوربه البطاطس على النار، اللحمه عندي استوت جاهزه اهيت، اتفقنا ان احنا هنضيفها في اخر مرحله من الالي. معانا اتصال؟ كل ما تتكلمي يعني معاك للجايزه. الاخت فاطمه من الحوامديه؟ ايوه.